ومن القاهرة ينضم إلينا محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد محمود، يعني كيف ترى استئناف المعارك بهذا الزخم في اليمن؟ نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة مشاهدي قناة الغد العربي. حقيقة هذه المعركة جاءت بعد دعوات من وزيري الدفاع الفرنسي وكذلك الأمريكي بحول عملية الاستئناف الحوار السياسي، ودعمه بذلك بيان لوزارة الخارجية ومن ثم تحرك دولي. هذه العملية العسكرية جاءت من أجل إرضاخ الحوثيين لأجل أن يعودوا إلى طاولة السلام، ونحن نعرف بأن الحوثيين لا يمكن أن يقبلوا الدعوات الأممية والدعوات العالمية إلى محادثات السلام، نتيجة للتصريحات التي أدلوا بها عقب الدعوات الدولية من أجل استئناف العمل السياسي لإنقاذ اليمنيين. لأن الحوثيين قالوا بأن مشروعهم مشروع إلهي، ولا بد أن يحرروا العالم العربي أكمل وليس اليمن فحسب، لأن طموحهم طموح أكثر مما هو عليه، ومن المستحيل أنهم يسلموا الأسلحة البالستية والثقيلة ومجملا أسلحة الجيش اليمني الذي نهبوها من الدولة. أما العملية العسكرية إضافة إلى عملية الضغط العسكري، هل الظروف المعطيات الآن تغيرت على الأرض وبالتالي يمكن للتحالف العربي أو القوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي الآن حسم هذه المعركة، معركة الحديدة؟ نعم، هذه المعركة تختلف كليا عن المعارك السابقة لأسباب عديدة. أولا، هي هناك يعني من قبل كنا نشاهد بأن ألوية العمالقة هي فقط من تتحرك، وحراس الجمهورية هم فقط من يدعمون أو يحمون الظهر، لكن الآن هناك حراس الجمهورية مدعم بقوات خاصة، والقوات الاقتحام الشوارع، قوات اقتحام الشوارع التي كانت مخصصة في الحرس الجمهوري الخاص، وهي تعتبر قوات النخبة متواجدة لدى حراس الجمهورية. أيضا هناك ألوية اتهامية من أبناء تهامة، وهذا هو بيت القصيد، لأن أبناء تهامة هم أدرى بشعابها وأدرى بأزقتها وأدرى بالمناطق التي يمكن، خاصة وأنها مناطق صحراوية، وهناك أيضا قوات متخصصة لاقتحام الشوارع. قوات العمالقة دخلت من كيلو 16 ومن كيلو 10 وفي المناطق الشرقية، وكذلك القوات المشتركة وحراس الجمهورية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح جاءت من الساحل الغربي من كورنيش، ومن ثم تقدمت نحو جامعة الحديدة. أيضا هناك معلومات بأن القوات المشتركة تقدمت أكثر نحو ميناء الصيد، وهذا بمعنى أن القوات المشتركة وضعت ميناء الحديدة صوب أعينها من أجل تحريره. وأعتقد لو استمر مثل هذا الضغط والزخم العسكري سيتم تحرير اليمن في أقل فرصة. طيب سيد محمود، يعني في ظل هذا الرفض، إن كنا سنسميه رفض أممي وأيضا أمريكي لاستمرار يعني هذه العمليات العسكرية كان بين الجانبين في اليمن، هل ستكون هناك استجابة الآن من الجانبين، وبالتالي هل سيتم تجميد العمليات العسكرية والذهاب في المسار السياسي والمفاوضات المزمع عقدها بعد 29 يوما من الآن؟ أعتقد الحوثيين لا يمكن أن يستجيبوا لمثل هذه المفاوضات، لكنهم سيستجيبوا فقط في حالة واحدة، في حال أن تم الضغط عليهم وتحرير والتقدم العسكري أكثر للقوات المقاومة المشتركة في مناطق عدة. واستجابتهم لن تكون من أجل الحوار أو الحل، وإنما من أجل المراوغة فقط، لأن يتركوا لأنفسهم وضع آخر ووضع الاستعداد ليعودوا مجددا للهجوم. ومجملا، الاستجابة لمثل هذه الدعوات هي إطالة لأمد الحرب. يوم أمس الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى بأن قال بأن هناك 14 مليون يمني على شفاء المجاعة،
وهذا ويجب التحرك العاجل. التحرك العاجل في نظرنا نتيجة لأن نحن نعرف بأن الحوثيين ولدينا خبرة طويلة معهم بأن التحرك العاجل هو الحسم العسكري بأسرع وقت، لأن الحلول السياسية في مع الحوثيين هي فقط لإطالة أمد الحرب، لأن الحوثيين ليس بمقدورهم او الجلوس على طاوله الحوار، او ليس ايران لم تسمح لهم في الوقت الحالي بان يلجؤوا الى الحلول السياسيه، لانها تريد ان تضغط على المملكه العربيه السعوديه وتريد ايضا ان تنفذ اجنده الهلال الشيعي. شكرا جزيلا لك سيد محمود الطاهر الكاتب والمحلل السياسي اليمني من القاهره.